نتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في قناتي نتحفوا. اذا اول مره كتشاهدني دخل القناه، ضغط على زر الاشتراك، فعل الجرس باش يوصلكم كل جديدي. اليوم غادي نديكم معايا باش تحضروا افتتاح صالون بالولايه بمدينه تطوان. مستعدين؟ جاهزين؟ واجدين؟ ليتس جو. دابا جبرت وني خرجت من الدار، بصح بغا نجبر فين نطلع. سينو الا ما جبرتش الطوبيس فين غادي نطلع، جبر التاكسي وغادي نمشي مباشره للصالون. باقي ما جبرت لا طوبيس لا تاكسي. كنتمنى انني نوصل في الوقت. حبايبي انا رجعت لكم من اول وجديد. جبرتوني عاد نزلني التاكسي، ما عرفاش الصالون فين جا. غادي نسقسي الناس، خليكم معايا. على ما اعتقد هذا هو الصالون، غادي نسقسي ونشوفو. هذا هو لو بوفيه اللي عملو، كوم سي مينيون. اي فوالا لا تارت، كوم سي بو. الان حبيباتي غادي ندير لكم جوله في الصالون، نتوما عطيوني رايكم وغادي نستنى تعليقاتكم اسفل الفيديو. الصالون زويون بزاف، انا شخصيا حمقني، وكنصح جميع البنيتات والنساء اللي ساكنين في مدينه تطوان انهم يزوروا هذا المركز. وفي حاله ما الى زرتوه في يوم من الايام، سقسيوا على مدموزيل اميمه، هي بنيته ظريفه بزاف وخطيره ورائعه بكل المقاييس، لا من حيث الميك اب، لا من حيث الاظافر، لا من حيث المعامله والاناقه والكلام الحلو. غير وكان الى مشيتوا عندها قولوا لها انا من طرف هند. كيف ما كتشوفوا اجواء اكثر من رائعه واجواء عائليه. ومن هذا المنبر هذا كنوجه تحيه كبيره لمولات الصالون والاسم ديالها مديحه. كنتمنى لك اختي كل التوفيق وكل النجاح ومزيد من العطاء والتالق. والان غاليتي وصديقتي الحبيبه اميمه غادي تشرح لكم لي برودوي ديال المركز. هذه الاوليه ديالاش؟ هذه عود غوز. لا اللي قبل منها. اللي قبل منها هذيك ميلك بلو. اها وهذه الثانيه؟ هذه عود غوز. اها وهذه انتي فلاماسيون. مزيان. وهذه هذه دي فروي. ما شاء الله، هادو كاملين زيوت ديال المساج ياك؟ كاملين بزيت دلوز افيك شي حاجه. عندك شي حاجه؟ شنو هاد شي حاجه؟ هادي قلت لك هذاك العود، هذا عود غوز، هذه انتي فلاماسيون. هي عندنا لي سوان دو فيزاج. تعال نشوفوا هاد لاكام ديال لي سوان دو فيزاج. هادي لاكام الاولى. هادي لاكام بيو. بيو هادي الثانية. وهادي الثانية. سيب. وهذه الولا ديالاش؟ نونو عطر.
الاولى هذه كنبيو بن خزامه حتى هذه عاوتاني هذه لا بوسونسيل وهذه مي هذه قام اكاديميه معروفه ما شاء الله هادشي رائع البنات سوايي لا بيانفوني او سنتر كوان دي برينسيس ديال الشعر اللي عندها مشكل كي تحلى الشعر اللي شعرها خفيف كي موضوع الشعر هادي قام فيها سوان الشعر ماسك ديالها بدي لي زامبول ديالها لي زامبول ديالها هادي كتسمى تريتمون كنعدلوها اون فوا بور سيمون وهادو لي سوان الشوفير هادي بور الشوفير اللي مصبوغ وهادي شعر ناشف هادي قام عاود هذا شامبو زرق بالنسبه للناس اللي عندهم شعر هذا زعر كيرجعوا قريب ياك بلا ما شعر هذا وهذا بروتين كنخدمو هو بحال الكيراتين فيه بروتين وفيه هذا سواء من سواء الشعر من كيليسي ماشي 50% كيليساج ولكن 30% ليساج انا رجعت لكم حبيباتي اش غادي نقول لكم السنت رائع 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 بكل المقاييس وهذه هي لا ليست ديالو كاين بيديكور بروشينغ دو بارافان لي سيل مانيكور ديز اكستنسيون ديز رونغ مساج ايبيلاسيون سوان دي فيزاج ميك اب شوفي سيل اي سوان شوفو هذه بطبيعه الحال باللغه العربيه سو مرحبا بكم في اي وقت كنصحكم انكم تزوروا هذا لو سونتر هذا جا في الولايه انا ديك الساعه نخلي لكم لا لوكاليزاسيون ديالو حفل افتتاح انتهى الصراحه ما سخيتش بهذه الاجواء الرائعه كنتمنى مشاهدي الكرام انكم تكونوا قضيتوا معايا يوم ممتع خليت لكم الراحه تصبحوا على خير وهذا بعض الصور وبعض المقتطفات من صالون كوان دي برينسيس Thank you.